السلام عليكم ورحمة الله البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير وعلى خير ان شاء الله. نشارك معكم الملوي المعتمد عندي. عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق الابيض، 250 غرام ديال الفينو، ملعقة صغيرة مع مرش ديال الخميرة، ملعقة صغيرة ديال الملح، جوج معالق صغار ديال سكر حبيبات سنيدة، والماء دافي. بالنسبه للماء هنايا دافي حينك الحال بارد، ولكن في لك الحال سخون من الاحسن يتعجن غير بالماء بارد. ما تيكون اصلا في الصنبور تيكون راه تيكون دافي. بالنسبه حنايا هنايا في مراكش يكون عندنا الحال سخون، يعني تيكون حتى الماء تيكون دافي. صافي هنايا كنخلطوا العجينه، تنجمعها عاد ديك الساعه تنبقى كندلك، تنزيد الماء وفي نفس الوقت تندلك. هي طريقة مبسطة بالنسبة للبنات المبتدئات اللي ما تيصدقش معها الملوي، راه الطريقة جد جد سهلة بزاف، لا من ناحية العجينة ولا من ناحية الخدمة ديال الملوي. نتمنى ان شاء الله نكون مفيدة ومستفيدة. انا صراحه كنت نلقى مع مشكل في الحقيقه بزاف، ولكن ما خليت من طريقه جربت، ولكن الطريقه هي اللي لقيتها زعما زوينه ودغيا تخدمي الملوي ديالك زعما في وقت قليل. ما بغيتش نقطع الفيديو هنايا، نقصر ليا شويه، درتني ما درت ليهاش شي فوطه من التحت. كيف ما قلت لكم هنا كتبقى كتدخل الماء بشويه بشويه، في نفس الوقت تدلكوا. صراحه الملوي والمسمن حتى بيودلك، ومن بعد الانسان تيغطيه بالبلاستيك الغذائي وتيخليه يرتاح. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم وتتبعوا الطريقه ويكون خير ان شاء الله. هي بدنو شويه ديال العكز وراه كلشي غادي يكون مزيان. صافي هنايا تقريبا راه الماء الكافي راه خدا. هنا العجينه ديالنا ها هي وجدت، نخليها ترتاح واحد المده ديال 30 دقيقه. ندهنها بشويه ديال ندهنها بشويه ديال الزيت، ونغطيها ببلاستيك غذائي ونخليها ترتاح. وباش مرتاح تيكون احسن، تيجي ساهل في الخدمه. نتلاقاو من بعد. صافي هنا بعد ما دازت ديك 30 دقيقه العجينه ديالتنا ها هي وجدات، يعني صراحه كتعطيك الطعم باش تخدمي مزيان الملوي، كتكون رطبه وما كتلصقش في اليد. يعني ضروري خاصك دير واحد شويه ديال الزيت، ولكن ما كتلصقش في اليد العجينه. كيف ما قلت لكم هنا ما كتكونش العجينه قاسحه، ما كتكونش خفيفه بزاف، باش لقيتي فاش كون كتقرصوا الملوي ما يعواش معكم. هنايا كديري الكريات اللي بغيتي، انا درت هنايا كريات كبار باش نسربي راسي حين كانت الفيديو. صراحه راه كنصوروا في الليل بحال قلتي بين المغرب والعشاء، تنوجدوا لغدي ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وتجربوا هذه الطريقه، هذه راه تيجي رائع، ونكون ان شاء الله عند حسن الظن ديالكم. وضروري تخليوا واحد شويه ثاني يرتاح واحد المده ديال 5 ديال الدقائق باش ما يعذبكمش في الدقراس. تبارك الله، انا عارفه المراه المغربيه راه كلشي كيعرف يدير الملوي، غير قلت نشارك معكم الطريقه ديالي انايا. ونتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع. هنا كديري تدهني واحد شويه داك الكريسات بشويه ديال الزيت، ونتلاقاو من بعد.
صافي هنا كتاخدي واحد شوية ديال السميدة الرقيقة، كندير معاها واحد صاشية ديال الخميرة والزيت والزبدة، ممكن تذوبها غير ما تخلطيش الزبدة مع الزيت. انا هنايا الزبدة كانت عندي، كنت حاطاها قبل في الكوزينة، كانت متلوقة، الا ما كانتش متلوقة ممكن تذوبيها على حسب. صافي كتسرحي ديك الكرة مزيان هكا تيبان لك سطح العمل هنا، باش ما تسرحت سرحات مزيانة ولا رقيقة كتعطيك بلوية زوينة. كتاخدي شوية الزبدة، انا ما كنكترش الزبدة بزاف، كديري شوية ديال السميدة وكديري هاد الطريقة هادي، تديري النص الاول نص الثاني، صافي كتعاودي تعاودي تردي طرف طرف على طرف، كداني بقى شوية ديال الزيت صافي كتبقى كدوري هكا، ولكن ما كزمتيهمش، الا زمتي غادي يخرج مدقس. هي الطريقة واضحة، ندير معكم واحدة اخرى. زربت الفيديو هنايا باش ما نطولش عليكم بزاف. الطريقة راه واضحة وباينة، نتمنى ان شاء الله تجربوه ويجيكم تنتوما ساهل، وتولي ان شاء الله الطريقة معتمدة عندكم. تبرعوا عائلتكم ووليداتكم. هو كاين فيه بزاف ديال الطرق، غير هادي صراحة طريقة زوينة. ان شاء الله مرة اخرى غنشارك معكم واحد الطريقة اخرى اللي حتى هي سهلة. هذه بالنسبه للمبتدئات، زعما راه هاد الطريقه هذه تعطيهم لافونتاج المره اخرى باش يوليو كيديروا الملوي وما بقاش يخافوا منه. باش ما ارتاحت العجينه مزيان وكانت مدلوكه مزيان، راه كتعطيك واحد كتعطيك واحد الارتياح انك تتخدمي على راحتك. غير هاد اللويه هادي اللي كتبغيو تلويو ديما تخليو ما تزيروش بزاف، تخليو الفراغات هكاك بين اللويه واللويه باش ما يجيكمش مدقس. هنا كناخذو المقله الثقيله، كنخليوها تتسخن مزيان ونرشوها بزويته. صافي ونديرو الملوي ديالنا نقرصوه. وداك الوسط ديال الملويه من الاحسن تقرصوها مزيان باش ما يجيكش باش ما يجيش غليظ من الوسط. صافي تبقاو تمشيو بهذه الطريقه هذه حتى تكمل الملوي ديالكم، بصراحه تيجي رائع ومفشفش. هادي راه باقي سخونه، خاص فاش تكون الملويه بحال هكا سخونه فاش كتبقاي كتحلي كتضربي بحال هكا باش تضربيها مع يديك ولا فوق سطح العمل باش تحل. هاد الطريقه هادي مهمه بالنسبه للملوي. نتمنى ان شاء الله تكون الفكره وصلت. يعني كيف ما قلت لكم في الاول، يعني راه ملوي بسيط بزاف. هانتي راه باقي سخونه، تندبز معاه باش نحلها. ايوا الطريقه اللي كان سخون وبغيتي كتضربي فيها هكاك بيديك تيتحل. صافي نمشيو بنفس الطريقه حتى نكمل الملاوي ديالنا. هي كيف ما قلت لكم الوسط مزيان تضغطوا عليه. نتمنى ان شاء الله تكون الفكره وصلت. صافي هنا الملوي ديالنا ها هو وجد. نتمنى ان شاء الله الطريقه تجيكم مبسطه وتجربوه، يعني واحد الملوي رائع. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتجاوبوني في التعليق ديالكم. وبالصحه والراحه، مع السلامه.